بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن شرح متن يسمى متن الأصول الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. نن من خبري كودا أغي متن كتاب باركي شاغا أصول الثلاثة ورتوي شاغا دري كتاب دي دري أصول دي ده أغي باركي لن خبري كو. نعم، قبل أن نبدأ نسأل أسئلة خمسة. مخكد دينا شمون شروكو يو بينزا سوالونا دي شاغا كو. السؤال الأول، أولاني سؤال، لماذا ندرس التوحيد؟ من ولي التوحيد وايو؟ لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد. زكاة التوحيد ده الله رب العالمين فبندقانه باندي حق ده. خلقنا لنوحد الله. من ده ده بارا بايدا شيو جد الله رب العالمين توحيد وايو أغي وازي وقرنو. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. الله رب العالمين ده التوحيد ده بغير هدسي وعمل نقبلي. لا يدخل جنة لا موحد. جنة ده موحدنا بغير بلسوك نشت للي. تكثير الحسنات ده نيكيو ديروالده، تكفير السيئات ده بديو كموالده. ثم قد يسألك سائل يقول لك هل أنت موحد؟ بيك تانا سوك تبوسو كيشي آية تم موحدي، تقول نعم أنا موحد. طور طويتي بيلكل زم موحدي، يقول لك ما هو التوحيد؟ تبوس ده نكيجي توحيد سشده. إذا كنت لا تعرف التوحيد نقول هذا كذب، هذه شهادة زور. كثرت تا بتا التوحيد باندې نه پويګه ورته چې نیم خبر سده نو دا دروغ شو، دا د دروغ خبرې شو بیا. ثم قد يسألك ايضا يقول هل انت مشرك؟ بيدنا دا تاسو کې جاي ته مشرکی چې په توحید نه خبر. تقول اعوذ بالله انا لست بمشرك انا موحد. طب وجه اعوذ بالله زه مشرک نه زه موحد ما. يقول لك طيب ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ بيدنا تاسو کې چې دا شرک چې الله دروانه حرام کړی دا څه شی دی؟ اذا كنت لا تعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الاكبر وانت لا تدري. نوكلا جيت هذا الشرك ناي خبر ددي امكان شتجت بشرك اكبر كبروتي او زان خبر. اذا اهم ما علينا تعلم التوحيد والعمل به. نو ضروري خبر داد شي من التوحيد ياتكو وبهغي باندي عملوكو. نعم، واهم ما يجب الحذر منها الشرك، فلا بد ان نتعلم الشرك حتى نحذر منه ونحذر منه والله اعلم. او ضروري خبر داهم د شي من الشرك مو بيجنو زانمته اوساتو او نور خلقهم داغينا اوساتو.